فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أو هذه امرأة تسأل فتقول إن عندها ابنا مصابا بالوسواس، تقول كيف أعالج هذا الابن؟ الوسواس إن كان وسواس يعالج بالقراءة عليه، تقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتين وترددها عليه وتنفث عليه لعل الله يعافيه منه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.